حلقتنا النهاردة موجهة لكل أصحاب المشروعات في جميع القطاعات الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى أسواق المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الأسواق للمنتجات المصرية، استوردت في العام 2023 منتجات مصرية بقيمة 2 مليار و700 مليون دولار، وهذه القيمة مرشحة للزيادة خلال العام 2024. كان في ورشة عمل هامة جدا في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اللي بيرأسها الدكتور خالد صوفي العالم المصري الجليل في قطاع الجودة والتقييس ورئيس المنظمة الدولية للتقييس ايزو. ده أول رئيس عربي لهذه المنظمة منذ نشأتها من حوالي 80 سنة. هذه الورشة هدفها التعريف بالشروط والمعايير والضوابط السعودية لدخول جميع المنتجات المصرية إلى الأسواق السعودية. خلي بال حضراتكم، هذه الشروط والمعايير والضوابط تنطبق أيضا على كل دول العالم. هذا العمل التوعوي الرائع بالفعل اللي هدفه تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق السعودية نظمته شركة تبصير. هي شركة سعودية تعمل في مصر منذ سنوات في قطاع استخراج شهادات المطابقة لكل المنتجات المصرية، أيضا بيستخرجوا شهادة مطابقة الخليجي للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وعلامة الجودة السعودية. يعني حضرتك تصدر منتجك إلى الأسواق السعودية وعليه علامة الجودة السعودية، يعني كل الأبواب تفتح أمام هذا المنتج في الأسواق السعودية. هنتكلم النهاردة عن الشروط والضوابط الخاصة بدخول جميع المنتجات إلى أسواق المملكة العربية السعودية، وهنقابل الدكتور خالد صوفي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة. الراجل ده قدر يحط 10,000 مواصفة للمنتجات المصرية. كمان هنقابل السيد عماد عيسى الرئيس التنفيذي لشركة تبصير. هذا الرجل نجح في وضع دليل شامل لجميع الضوابط والمعايير السعودية لدخول المنتجات لأسواقها. هذا الدليل تحديدا لازم يكون على مكتب كل مصنع في مصر يرغب في دخول منتجاته إلى أسواق المملكة العربية السعودية. خليكم معانا في حلقة هامة جدا هنستعرض فيها جميع الشروط والضوابط الخاصة بدخول المنتجات المصرية إلى جميع الأسواق السعودية.